السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. اتكلمنا كتير عن الصدقة وأهميتها، أهميتها للمتصدق قبل ما تبقى أهميتها للي بيستقبل الصدقة. الحقيقة أن الصدقة صمام أمان للمجتمع كله، وده حال أي تشريع شرعه ربنا سبحانه وتعالى، بيبقى ليه حكم وغايات ممكن إحنا ما نبقاش مستوعبينها كلها أو شايفين جزء بسيط منها. موضوع مهم جدا هنتكلم فيه مع ضيفنا الشيخ أحمد الملكي من علماء الأزهر الشريف. اهلا بك يا شيخ. الله يحفظك يا رب ويكرمك ويسترك يا رب، يرزقنا اياك في الدوس الاعلى من الجنه. امين يا رب. الستر والصحه يا رب، والرزق الحلال والفردوس الاعلى ورضاك الجنه يا رب، ليا وليك ولكل مشاهدينا يا رب ولكل الناس يا رب، والحج والعمره، وربنا يهدي اولادنا وينجحهم وينجيهم ويرزقهم الصحبه الصالحه ويهديهم ويسترهم يا رب ويسترنا. طبعا في امتحانات، الستر ده احلى حاجه في الدنيا. طيب يعني انا والرزق برضو حاجات كتير قوي غير الفلوس، بس دي كلمه مهمه. طب من باب الرزق بقى ندعو للطلبه والطالبات اللي بيمتحنوا في الايام دي، نسال الله عز وجل ان يوفقهم يا رب العالمين. امين يا رب، يا كلهم رب. ربنا ينجحهم يا رب وان يثبت افئدتهم ويهديهم يا رب. يا رب. امين يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بص يا استاذه دعاء. ايوه يا شيخ احمد، احنا بنتعلم العلم ليه؟ عشان نعلمه للناس ونعمل به. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، اسمه جندب بن جنادة، بيقول أنا لا أخشى يوم القيامة أن يقال لي أبا ذر ماذا علمت. أنا مش هيتقال لي، أنا مش خايف أن ربنا يقول لي وأنت تعلمت إيه، لكن أنا خايف يوم القيامة ربنا يقول لي أنت عملت بالليل أنت تعلمته إيه. فإحنا بنتعلم العلم، فتعلمنا يعني إيه صلاة، عرفنا أن الصلاة وسيلة. طب وسيلة لإيه يا رب؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى كل فحشاء وكل منكر الصلاة المفروض بتنهى عنه. واحد بيقولوا له ده فلان بيصلي بس بيعمل ويعمل ويفعل، قال ستنهاه صلاته. ستنهاه صلاته لما يخشع لله تبارك وتعالى ويعظم ربنا عز وجل، هيعرف يقول هو انا ينفع اعمل ده واعمل المنكر ده، فانا مش هعمل المنكر. صح، يعني زي ما بنقول بيكون الباب متوارب بيننا وبين ربنا مش قافلينه. صحيح. فربنا سبحانه وتعالى بيجيبنا بقى من الباب اللي احنا فاتحينه ده. فاتنين، قال لعلكم تتقون في مساله الصيام، فالصيام وسيله للتقوى. التقوى دي هي عبارة عن إيه؟ لما نشوف الآيات بتاع الصيام هنلاقي آيات الصيام وردت في وإحنا بنتكلم في سورة البقرة كده، قبلها بيتكلم عن اليهود وبيتكلم عن أهل الكتاب وبعدها كذلك الأمر. طب وليه هنا؟ قال لعلكم تتقوه. من تمام التقوى إزاي أتعامل مع بني الإنسان، مع جنس الإنسان أيا كان هذا الإنسان، بما أمر الله وبما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. من تمام التقوى اللي انا ما ينفعش السب والشتم و الى اخره، اللي هو تلاقي واحد فعمال يسب ويشتم ويلعنه بابوه وامه وبتاع، ما فيش كده خالص. يبقى انا صايم، فبقول اني امرؤ صائم. طب لو سبني واحد اقول له، بقول في قلبي كده اني امرؤ صائم، او اقول بلساني اذكره اقول له خلي بالك احنا في الصيام. طب التقوى هو ايه؟ من تمام التقوى الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل كما يقول اهل العلم عليهم رحمه الله. طب الحج كذلك الامر فيه تقوى، خلاص. طب الزكاه، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم به. كل الناس فاهمه الدبس لكن ما يعرفوش ان اهداف الزكاه سواء الزكاه او الصدقات لها بعد روحاني اللي هي تطهرهم وتزكيهم بها، وفي بعد تاني بعد اجتماعي مهم جدا لن نغفل عنه يا استاذه دعاء. مفيش مجتمع من المجتمعات ينهض كده، ينهض بالأغنياء وينهض أيضا بالفقراء. الفقراء بيشتغلوا والأغنياء بيشتغلوا، والفقير زي ما بيقولوا كده المليان يفض على الإيه؟ على الفاضي. طب الأغنياء يفض على مين؟ على الفقراء، لأن الإسلام يذيب الفوارق الاجتماعية. الإسلام لا يرضى أبدا، هو عنده ومعترف إن فيه تفاوت في الأرزاق، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، بس التفاوت اللي هو يخلي ده طبقة عليا قوي وطبقة دنيا قوي اللي هي فقراء، الإسلام لا يرضى بذلك. عشان كده بيقول يا أغنياء تعالوا نساعد الفقراء دول. طيب نساعد الفقراء يعني إيه؟ يعني أنت ليك دور مهم جدا أيها الغني. طب أنا مش غني وما عنديش نصاب، ليك دور مهم جدا في الصدقة بتاعتك دي، خلاص كده. يبقى ما فيش مجتمع بينهض إلا من خلال الحاجات اللي احنا بنقول عليها، من ضمنها الزكاة ومن ضمنها الصدقات. انا عاوز بس هقرأ كلام سيدنا الامام الزهري بن شهاب الزهري رضي الله عنه، ميت سنة 124 رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. الامام الزهري عليه رحمة الله كده وهو بيتكلم فيه كتب لسيدنا عمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز عن الزكاة، بيقول له ان فيها نصيبا، ميت سنة 124 هجرية، بيقول له الزكاة دي
نصيبا لإيه؟ عشان نعرف بس إحنا ربنا شرع الزكوات دي إزاي. نصيبا للمرضى والمقعدين، الناس اللي مش لاقي تشتغل، والناس اللي تعبانة، هات فلوس وحط ودي للفقير ده المسكين ده المحتاج ده، عشان ما نحسس الناس إن هم عايشين في أزمة، إحنا عاوزين نرفع هذه الأزمة عن الناس. فسيدنا عمر بالزهري يقول لسيدنا عمر بن عبد العزيز، اللي شاب الزهري بالمناسبة هو شيخ الإمام مالك، أحد شيوخ الإمام مالك، يقول له ونصيبا لكل مسكين به عاهة لا يستطيع أن يعمل ولا تقلبا في الأرض. الراجل ده مش قادر يشتغل، طب نسيبه؟ المجتمع يسيبه؟ لا، ما ينفعش إنه يسيبه. أمال في إيه؟ كلنا هنسأل عن الراجل المسكين اللي عنده عاهة ده ومش قادر يشتغل، نعالجه. كل الناس؟ الناس كل اللي عرف بيه، كل اللي عرف بيه هيسأل. أمال إيه؟ أنت كغني روح والله شوف أنفق عليه، عشان طب لو محتاج علاج عالجه. طب واحد عمل وقام به يبقى أسقط الإثم عن الباقين، كلنا امتنعنا الكل هيشترك في الإثم وفي الذنب. كل ده طيب. ويقول له إيه تاني؟ ويقول ونصيبا للمساكين الذين يسألون ويستطعمون. كان سيدنا الشيخ الشعراوي يقول لك اللي بيقول لك هات فلوس ممكن يكون نصاب، لكن اللي بيقول لك أنا جعان اديني لقمة عمره ما يكون نصاب طبعًا. إنه جعان بالفعل اديله يا سيدي. ونصيبا لمن في السجون ممن ليس له أحد. مش إحنا عندنا الغارمين والغارمات؟ طب إحنا هنسيبهم ليه؟ مش عندنا الناس ممكن يكون السجن 15 سنوات وهو طالع فمش لاقي، عاوز يشتغل، لغاية لما يشتغل ويلاقي فرصة عمل أعمل إيه؟ أقف بجنبه عشان أخليه إنسان صالح في المجتمع. طب والغارمين والغارمات اللي ممكن تكون مسجونة بشيك 5000 جنيه واحد وراح سجنها عشان هي كانت بواصلة أمانة، عشان بتجهز بنتها، عشان كانت محتاجة حاجة ضرورية في بيتها، والتاني مصبرش عليها فراح رفع قضية واتحكم عليها. ده دورنا من الزكوات والصدقات يا أستاذة دعاء. الحاجة اللي بعد كده بيقول ولا يسألون الناس، طيب نكمل بقى، ونصيبا لمن أصابه فقر وعليه دين. أنا راجل علي دين وأصابني الفقر أعمل تسيبني؟ لا، انهض بيا يا سيدي، كلنا في مجتمع واحد وكلنا في مركب واحد، ما تقولش أنا بس، كلنا هنغرق، يبقى كلنا نساعد بعض. طيب ويكمل ويقول إيه، ونصيبا لمن يحضر المساجد من المساكين الذين لا عطاء لهم ولا سهل، يعني ما لهمش رواتب منتظمة، يعني الناس يعين اللي بتشتغل بالفعل وقاعدة كل يوم كده الصبح منتظر الرزق، طب تعمل يروح بيته إزاي؟ طبعا ده وفي السماء رزقكم وما توعدوا. أنا دوري أنا فين؟ دوري أنا فين؟ ده ابن شهاب الزهري رضي الله عنه بيقوله كده. ونصيبا لكل مسافر، أنا مسافر وغني وعندي أراضي كتيرة جدا في بلدي، بس أنا في المكان ده انقطع بي السبل، طب أعمل إيه؟ ها يقول بقى ديك نصيب من الزكاة. المسافر الذي ليس له مأوى ولا أهل يأوي إليه. يبقى احنا لما نعدد كده نلاقي ده زكوات وصدقات. طيب من ضمن الناس الفقراء دلوقتي لما نيجي نعدد نلاقي واحد مريض، وانا بتوقف حقيقة والله لما حد يجي يسألني في مسائل الزكاة ويقول لي فلان انا عندي المفروض هدفع 50,000 جنيه نصيبي من الزكاة، اقول له طب كويس ربنا يبارك فيك وان زدت فهو خير لك، يقول لي بس انا هجيب بقى سكر ورز وبتاع وما الى ذلك، اقول له الله، امال في زكاة الفطر كنتوا بتتعبونها ليه؟ يعني في زكاة الفطر بتتعبونا احنا ليه؟ لما نقول لكم طيب يا جماعه اللي هيطلع طعام وبتاع يقول لك ايه والمال فين وانتم مش فاهمين طب في زكاه قلنا يا جوز المال جاي هنا في المال طلعوا مال وبعدين لازم تفهم حاجه ان الفقير ده انت لا تتصرف له صح امال يعمل ايه عنده شرطين هو الاقدر محتاج ايه ايوه يملك وايه ويتصرف هو بس بالله عليك عارفه من الاهداف ايه الاجتماعيه عشان عارف ان في اتصالات في تليفونات كتير مستنيه من الاهداف يا استاذه دعاء ان انا الاسلام بيقول والراجل ده بيديك الزكاه اوعى هو ما بيمنش عليك على فكره أيوه. لان ده حقك انت في الفلوس دي وربنا اللي فرضها فلوس ربنا سبحانه طب ولو اديت صدقه اوعى تمن لان ربنا مش هيقبل لو منيت امال ربنا قال ايه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها إيه؟ يتبعها أذى إياك والمن إياك والمن إياك والمن فتلاقي عندي ناس فقراء كتيرة جدا من ضمن الناس فقراء ناس ما لهمش سقف ناس عندهم والله أماكن ما فيهاش مية ناس والله المياه ممكن تكون ملوثة ناس والله واحدة عاوزة تتجوز ناس والله ساعد في كل ده وصدقني صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة الأهداف كتيرة جدا هنتناول كل يوم هدف من الأهداف دي إن شاء الله
ان شاء الله. واحنا معانا تليفونات مستنيانا، وناخد اول تليفون. مين معانا اول حد؟ ام همزه، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازي شيخ احمد؟ الحمد لله في نعمه. الحمد لله الحمد لله. انا بس عايزه اسال كذا سؤال، ممكن؟ اتفضلي يا فندم. اول سؤال، انا جوزي كهربائي، فبيروح يعني يشتغل في البيوت وكده، ففي ناس جنبنا هنا استغفر الله العظيم تجار مخدرات، فبيروح يعمل عندهم شغل، فانا شاكه في الفلوس اللي هو بيجيبها لي. هو بيقول لي انا ماليش دعوه، انا بعمل شغلي وباخد على قد تعبي. ماشي، هو ده صح ولا ده حرام؟ المهنة له والوزر عليهم. المهنة له، يعني خلاص عمل شغل فبياخد ده. ابن مسعود قال الكلام ده، مش كلامي على فكرة، ده كلام سيدنا عبد الله ابن مسعود. فهو فلوسه خد المقابل. طيب الوزر بقى عليهم هم، ربنا هو ينتقم منهم بقى ولا يهديهم. يعني مش حرام؟ مش حرام، ما تقلقيش خالص ان شاء الله. ده اول سؤال. تاني سؤال حضرتك، انا جوزي كان بيصلي وكده، بس قطع مرة واحدة، ما بقاش بيصلي و بيعمل حاجات كتير غلط، وانا مش عارفه. ادعي له بالهدايه، وادعي له بالهدايه، ادعي له بالهدايه، وانت ساجده، وانت ساجده بين يدي الله تبارك وتعالى. ولو كان بيقبل النصيحه ادي له نصيحه بس بطريقه غير مباشره بس، لكن لا يقبل النصيحه فخلاص ما تتكلميش، ادعي ربنا. هو حضرتك يعني لما بيصلي بيكون انسان كويس جدا، لما مش بيصلي بيبقى بيعمل كل حاجه وحشه. ما انا قلت لك اهو، ادي له النصيحه لو كان يقبل بس بطريقه غير مباشره. ما فيش طريقه غير مباشره ومش بيقبل ده، فادعي ربنا وانت ساجده، وان شاء الله ربنا يهديه يا رب ويتوب عليك. ربنا يهديه يا حبيبتي. يا رب. في سؤال تاني ممكن اسال برضه؟ اتفضلي. اتفضلي. حضرتك انا بصلي، انا عندي انيميا، فلما باجي اصلي وانا واقفه اجي اركع اقوم الدنيا بتلف بيا، فبصلي وانا قاعده، فده حرام؟ مين اللي حرمه بقى؟ اذا كان لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وربنا رفع عننا الحرج، وسيدنا النبي قال صل قائما ان شئت ان استطعت، فان لم تستطع فجالسا، فان لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فدين يسر عمره ما كان عسر ابدا. الحمد لله. الحمد لله وربنا يتقبل. وانا بصلي وانا قاعده ساعات برضه بحس بمعاناه شديده قوي. ما انا قلت لك اهو، مش قادره تصلي وانت قاعده وخلاص ودايخه، اصلي وانا نايمه. شوفي لدرجه ايه، اصلي وانا نايمه كده. طب هعمل ايه؟ برقبتي كده. الله اكبر، الله اكبر، سميع الله، الله اكبر. دي السجده الاولى، سبحان ربي الاعلى، الله اكبر، بين السجدتين تدعو الله اكبر، وهكذا. سبحان الله. دعاء بتضحك. لا يعني ان الدين بجد يسر فعلا، يعني سيدنا النبي بس اكد ما هو مؤكد. عذر يعني، ما حدش ينفع يسيب عباده من ضمن الحاجات اللي احنا اتعلمناها ان الدين يسر فعلا. في عده مؤكدات هنا في الحديث، ان تفيد التوكيد والنصب، وبعدين جه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يسر اللي هي المصدر. طب وليه النبي يقول كده؟ قال ليؤكد ما هو مؤكد، ولكي يرد على المنكرين ان ديننا ده عسير قوي وفي عسر. لا لا، ده ديننا سهل جدا جدا ويسر. وسيدنا النبي قال ايه بقى؟ اللي هيشدد شدد الله عليه، ولن يشاد الدين احد الا ايه؟ غلب، الا غلبه. فسددوا وقاربوا، ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ناخد ام سعد، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. انا بس عايزه اقول سؤال، اللي كان ابني اتعرض لظلم كبير جدا. ظلم؟ فالحمد لله ربنا خرجه من اللي هو فيه، يعني الحمد لله على الف خير. الحمد لله. وانا حمد ربنا قوي، الحمد لله. الحمد لله. بس للاسف الشيطان مسيطر عليا، مش عارفه ارتاح. يعني انا مهما ما بدعي ربنا وبقول الحمد لله يا رب ان ابني كويس وبخير، الحمد لله، الشيطان بيجي لي من ناحيه تانية، مش عارفه ارتاح خالص. ما اذا كان هو بقى كويس الشيطان بيجي يقول لك ايه؟ بيوسوس لي، لا اتنحراري، اتكلمي، ما تسكتيش عن حقه. طب ماشي، انت خلاص اخد حقه؟ هو خد حقه الحمد لله، ربنا جاب له حقه الحمد لله. خلاص الحمد لله. بس انا للاسف مش عارفه ارتاح، مش عارفه اعمل ايه عشان قلبي. هقول لحضرتك الامر سهل جدا. وسوسه الشيطان زي ما انت قلت. احمدوا ربنا بيقول لنا في سوره الناس الذي يوسوس في صدور الناس. صح. هو احنا بنستعيذ بنقول ايه؟ قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الايه؟ وسواس. يوسوس الخناس. الخناس يعني يخنس. يعني ايه يخنس؟ الشيطان ده قاعد كده على قلب الانسان. وبعدين لما الانسان يكون غفلان ايه اللي بيحصل؟ يبدا يوسوس يوسوس، ويقول لك وكلمي بقى واعملي بقى. خلي بالك، هو بيدخلك في حته تانية، مصيبه تانية، وعاوز يطلعك من حاله الرضا
اللي هو الرضا بقضاء الله والحمد لله ربنا جاب حق ابني، ويطلعك من حاله تانية مقام تاني اللي هو الكاظمين الغيظ بقى خلاص والحمد لله ادام حقه جه ولا عافين عن الناس، عاوز يطلعك من المقامات الايمانيه العاليه قوي دي، فهو يبدا يوسوس. طب سيدنا ابن عباس يقول ايه اول ما يجي لك كده؟ فاذا ذكر العبد الله خنس. خنس يعني ايه؟ يعني استخبى كده وقعد في لابد في حته تاني. اول ما الانسان يغفل يبدا يوسوس تاني، واخد بال حضرتك؟ فانت قومي بالطريقه دي الحمد لله، واذكروا ربنا تبارك تعالى واكثري من الحمد مع كظم الغيظ مع العفو، وربنا يتقبل منك يا رب. وسامحي سامحي، لان المسامحه دي بتريح صاحبها. صحيح، انت لما تسامحي انت اللي هترتاحي. وعلمي ابنك يسامح وخلاص اخد حقه، وسامح بقى وينسوا الموضوع ده كانه ما حصلش، عشان تقدروا تعيشوا حياه طبيعيه وجميله. واللي بيسامح هو ربنا فعلا بيراضي وبيبرد قلبه. والشاعر قال لنا كده ان الناس الناس تتغافل. يعني الشاعر قال: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه من يتغابى. يعمل نفسه اللي هو انا مش فاهم، هعديها، مش واخد بالي، خلاص. ايوه، فاحنا مأمورين جدا بقضيه التغافل دي في اجزاء حياتنا كتيره من حياتنا. أيوة. عشان نعدي الدنيا دي ونعيش بسلام ونعيش، وربنا يخرجنا من الدنيا على خير يا رب، ويهدينا ويسترنا احنا واولادنا، ويستر ولادنا كلهم واولادك واولادنا يا رب، الستر يا رب، وانا برضه ولادك يا شيخ احمد وكل الناس ولادنا كلنا يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. رجعنا لكم مره تانية مشاهدينا، ومعانا تليفونات. استاذ عمرو اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك، ومنوره في اي مكان، ودايما احنا متابعينك في اي مكان. والله ربنا يكرمك ويديك الصحه والشفاء في الدنيا والاخره يا رب. امين يا رب. شكرا. وتحياتي لشيخنا الشيخ احمد، ربنا يديك الصحه والشفاء. الله يحفظك يا رب ويبارك فيك يا رب. يعني والله من السماهم على وجوههم، يعني حضرتك السماهم على وجوههم، ان كان في المحطه المحترمه او في البرنامج المحترم او في الاعلاميه المحترمه اللي بنستفيد منها وبنستناها يعني يوميا في قناه اخرى، ومكسب كبير لقناه سن والله وللمشاهدين قناه سن والله. ربنا يكرمك. اهلا وسهلا، ربنا يكرمك. اهلا وسهلا. انا يعني عاوز موضوع الحلقه النهارده عن الصدقه. الصدقة يعني موضوع كبير، والصدقة دو مرضاكم بالصدقة، وكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن والله يعني عاوز أقول حاجة يا شيخ أحمد، ممكن تكون يعني مش وقتها، بس أنا يعني اللي هي جارتي، وجارتي دي جوزها متوفي كويس، وعندها بنت، والست بتشتغل في الأراضي الزراعية بالأجر اليومي وعلى حد حالها جدا، وتجيب قد يومها بيومها عشان تجهز بنتها لمكتوب كتابها. كويس، يعني ست جدعة، يعني ست جدعة جدا، ونموذج مشرف يا أستاذة، أحسن من شباب كتير قاعدين على القهاوي وقاعدين على الكافتريات وقاعدين على الإنترنت وقاعدين على الموبايلات الحديثة. صح. الفخمة، يلعبوا إنترنت وبلاي ستيشن وبابجي وحاجات اللي حضرتك عارفاها طبعا، اللي هي التكنولوجيا اللي أصبحت مضرة لينا أكتر ما هي مفيدة، اللي إحنا استخدمناها خطأ. صحيح. لما تلاقي ست في 35 سنة بتصحى الساعة 4 الفجر مع شباب صغيرين عشان تروح تجمع طماطم أو تجمع خضار أو تجمع، عشان تاخد لها 30 40 جنيه في اليوم في الأراضي. نعم فندم. بقول عشان تجيب 30 40 جنيه في اليوم. الله ينور عليك. وممكن تكون راكبة مع عيال من سن أحفادها في عربية، حوالي 50 فرد راكبين في عربية نص نقل، ناس غلابة بيطلعوا في البرد الخالص وفي الحر الصعب اليومين طبعا دولي. ربنا يكرمها. عشان تشتغل ب 40 50 جنيه تدفع منهم مية وكهرباء. لكن عايز اتصل امبارح يا شيخ احمد، والله العظيم انا بفتح القناة بستنى برنامج حضرتك عشان يمكن اقول رسالة لعلاج تصل الى القلوب الرحيمة اللي بتصدق واللي بتزكي لحاجة تستحق، ويمكن يكون ده زي ما بيقولوا الشيخ احمد. كويس. هي بقى يعني حضرتك بتقول هي بتجهز بنتها مكتوب كتابها، وهي عايزة جهاز لبنتها. صح، عايزة جهاز لبنتها، ودي تعتبر صدقة جارية. وانا مش قادر، انا يعني بديها باللي بقدر عليه كل شهر كده، بطلع لها حاجة من المرتب ليها. بس برضو انت عارفة الاجهزة الكهربية والحاجات دي ما برضو حاجات مبالغ كده، وطبعا الست عاوزه تمضي على نفسها صلاه امانه،
طب هي هتمضى على اسرات امانه وتتحبس بعد كده، ومين يرعى الايتام اللي وندخل بعد بقى في دايره الغارمين والكلام ده. طيب اه حضرتك برضو سيب رقم تليفونك واحنا ان شاء الله يعني نشوف هنقدر نعمل ايه ونتواصل تاني مع حضرتك. هو ده بقى الايه اللي هو يعني عارفه المؤمن للمؤمن كالبنيان وداله على خيرك فاعله، وتفاعل مع موضوع الحلقه الصدقه. ايوه صحيح وما صحيح. بيطلبش حاجه لنفسه، وده الهدف الاجتماعي اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا في النهايه بننهض وايد مع ايد تسقف وايد لوحدها ما تسقفش، فاحنا ده اللي احنا محتاجينه وده اللي بيعمله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. طيب احنا عموما يا شيخ احمد خلاص وقت فقرتنا خلص، فانا بشكر حضرتك جدا. واحنا هنكملين يعني الهدف الاجتماعي ده لسه هنكمله ان شاء الله عشان نفهم بس ديننا صح. طب احنا مكملين في الهدف الاجتماعي، وعلى فكره في هدف اقتصادي ده اللي احنا هنتكلم فيه ان شاء الله باذن الله. كل ده من الصدقه، كل ده في الزكاه. احنا مش هنخرج عن موضوع الزكاه والصدقه. أيوة. لان الناس فاكره الزكاه انا 2.5% فراح اديها لاي حد. لا مفيش كده في الدنيا. طب الزكاه خلصت، طب اديها لمين؟ ليه ربنا قال الثمان اصناف دول؟ انما الصدقات لمين؟ للثمان اصناف، للفقراء والمساكين الى اخره. كل ده محتاجين اللي احنا نفهمه. وعشان كده بنقول من يريد الله به خيرا يعمل ايه؟ يفقهه في الدين. مش بنتعلم بس، احنا بنتعلم عشان نعمل بما ايه؟ بما تعلمناه. طبعا ربنا يهدينا يا رب. يا رب. احنا دلوقتي عندنا تقرير ومعرض صنع في دمياط للاساس، جزء من المبادره الرئاسيه لدعم الصناعه الوطنيه وتشجيع المنتج المحلي. الحقيقه صناعه الاساس من الصناعات المهمه جدا اللي فيها ميزه تنافسيه عاليه وبتضم الالاف من الايدي العامله الماهره. الافتتاح كان بحضور معالي الوزيره نيفين جامع وزيره التجاره والصناعه، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهره، والدكتوره منال عوض محافظ دمياط. وكان ليا شرف حضور الافتتاح. على فكره المعرض لسه شغال لحد يوم الجمعه الجاية. تعالوا نشوف التقرير. السلام عليكم، أهلا بيكم. أنا موجودة في أرض المعارض في مدينة ناصر، والنهاردة افتتاح معرض جميل جدا أنا شخصيا بحبه وعلى طول بتواجد في كل دورة بيكون فيها. أساس صنع في دمياط، طبعا جهاز تنميه المشروعات بتعاون مع محافظه دمياط، على طول بيقدموا كل فتره معرض وكل الجديد في عالم الاساس والموبيليا، والاسعار هايله جدا جدا بصراحه. يعني انا بدعمهم، واحب ان كل لما نسمع ان في دوره جديده لمعرض صنع في دمياط الكل يروح، والكل هيستفيد لما يروح. وانا النهارده زي ما معوداكم انه لما بكون في اي مكان بعمل جوله كانكم موجودين معايا بالظبط، وهنعمل جوله النهارده في الافتتاح. احنا طبعا النهاردة اتشرفنا بلقاء وزيرة التجارة والصناعة أستاذة نيفين جامع. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. طبعا احنا جايين النهاردة وسعداء ان احنا بندعم جزء من افتتاح المعرض جهاز تنمية المشروعات. النهاردة عاملين المعرض السادس لصنع في دمياط، وطبعا من جزء من مبادرة الرئيس لدعم الصناعات المحلية. احنا موجودين النهارده في مقر ارض المعارض جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر بالشراكه مع محافظه دمياط ومعالي المحافظ الدكتوره منال عوض، حريصه على اقامه معارض دوريه لمنتجي صناعه الاساس في محافظه دمياط. فاحنا بنتيح ليهم من خلال تواجدهم معانا في المعرض هنا ان هم يعرضوا منتجاتهم باسعار بصراحه تنافسيه، والاحلى كمان من الاسعار ان جوده المنتجات، وكل فتره بنجد ان حتى الجوده موجوده ولكن الذوق بيتماشى كمان مع المتطلبات. ما بقتش قطع الاساس كبيره، بالعكس بقت تتوائم مع المساحات، وخاصه لو اسره صغيره بتبتدي حياتها. النهارده في عدد لا يقل عن 25 عارض جداد اول مره يشتركوا في المعرض، ودي ميزه للعارضين ان يلاقوا فرصه لعرض منتجاتهم وتسويق منتجاتهم في حدث زي ده، وهي فرصه كمان لتلاقي الصانعين مع بعضهم واستقبال خدمات اخرى.
يمكن النهاردة حضرتك شاهدتي على المعرض بخلاف المعرض السابق، وده التطوير الجديد برضو بجانب على العارضين الجداد، ان احنا بنقدم للعارضين خدمات كمان للعارضين المنتجين نفسهم، ان هي تزود تنافسية المنتج اللي احنا بنتكلم عنه. انا شايفاك بقى كل الحاجات اللي معروضة سفرة. ايوه تمام، انا اغلب المعروضات طبعا عشان المساحات المحدده، فطبعا جايبين جزء من معروضاتنا، فقررنا ان احنا نشارك بالسفره السنه دي، مقدمين موديلات مختلفه باشكال مختلفه وكواليتي طبعا مختلف وباسعار تنافسيه طبعا غير اللي موجوده طبعا في السوق، والحمد لله يعني كواليتي عالي، وفي نفس الوقت بنقدم قد بيكون بسعر التكلفه. طبعا المعرض ده فرصه لينا طبعا ان احنا نقدر فرصة لتسويق منتجاتنا، ان الانترنت المودرن والركنات وعرضين غرف الاطفال وعرضين الصالونات. السنه دي نازلين باحدث الموديلات اللي نازله في عالم الموبايل يعني. تمام، انت بقى عامل عروض صح؟ يعني تخفيضات؟ عاملين تخفيض على كل غرف عليهم 25%. ده عاملينه عرض في المرحله دي، اول مره نعمل فيها نظام العرض اللي هو 25% على الثلاث غرف. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة إكرام. زي ما كنا بنتكلم من شوية إن عمل الخير ده عمل عظيم وحصل تطور كبير في مفهومه وأفكاره، ما بقاش فكر استهلاكي زي زمان، إحنا ندي للمحتاج حسنة فيستهلكها ويدور على حسنة تانية بكرة. لا، عمل الخير بقى مشروعات تنموية تشغل الناس وتطلع إنتاج يتصرف منه على المحتاجين ويدوم لسنين وسنين، وده اللي عملته مؤسسة إكرام في مشروعها للنخيل. برحب بضيفنا الأستاذ إسلام أمين، عضو مؤسسة إكرام. أهلا وسهلا بحضرتك. الفكر طبعا دلوقتي بقى مختلف جدا عن زمان في موضوع الصدقة والمشروعات التنموية الجديدة. احنا دلوقتي مش بنعمل فكر جديد، احنا بنجدد فكر كان موجود قبل كده. عشان ننسب الفضل لأهل، وفكرة وقف النخيل هي مش فكرة جديدة، احنا اول ناس نجددها. اول ناس نطلع ونقول يا جماعة في حاجة اسمها وقف نخيل يلا نعمله، اول ناس تطلع تقول في حاجة اسمها وقف خيري، والحمد لله يعني كنا دليل خير. ويمكن حضرتك شايفة دلوقتي يعني في صحوة كبيرة وعدد كبير جدا من الجمعيات بدأ يشتغل في المجال ده، ربنا يبارك فيهم ويخدروا الارض كلها يا رب ان شاء الله. لكن احنا مش هننسب الفضل ده لينا، احنا مش اصحابه، ده لو هندور في اصحابه اليوم اصحاب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، من ايام سيدنا عثمان بن عفان اللي عنده وقف باسمه حتى يومنا هذا، هو وقف نخيل موجود في المدينه المنوره، وقف سيدنا عثمان. الناس اللي بتروح تعمل عمره دلوقتي بتشوف هناك الوقف ده، واحد المزارات اللي بيمروا عليها في عمرتهم ويتقال لهم الوقف ده سيدنا عثمان بن عفان اشترى حديقه من النخيل واوقفها لله سبحانه وتعالى. الحديقه بدات تكبر وتتوسع وبقت بساتين كبيره جدا فيها الاف بل تكاد تكون ملايين النخيل موجود في المملكه العربيه السعوديه باسم وقف عثمان بن عفان. الوقف ده كمان بدا العائد بتاعه يعمل ايه، يساهم في توسعه الحرم المكي والمدني. بدا الوقف ده يبني فنادق، والفنادق دي برضه تكون وقف خير، العائد بتاعها رايح في نفس الحساب بتاع سيدنا عثمان بن عفان. وسيدنا عثمان من 1400 سنه وعنده حساب باسمه في البنك حتى يومنا هذا، كل يوم بيدخل فيه فلوس وبيتصرف منه على مشاريع خيريه. هي دي الفكره، هم دول اصحاب سيدنا النبي اللي اتعلموا من المصدر على طول. عارف حضرتك كده لما يكون عندي مثلا في الجامعه دكتور راح اتعلم في جامعه في امريكا ولا في اوروبا ولا في مكان بره، وبيجي يدرس لنا هنا، بنقول ايه ده انا متعلم على ايد دكتور متعلم بره، مش كده؟ لا، احنا بنتعلم الفكره دي على ايد الصحابه اللي اتعلموا على ايد مين، على ايد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. المصدر على طول، خده من المكان المباشر. هو بقى ده مش تعليم بره، ده تعليم نبوي سبحان الله. يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام علمهم هم بشكل مباشر، قعد معاهم بشكل مباشر، كان عليه الصلاه والسلام بيربيهم بالنظره، يعني يبص لهم مجرد النظره كده تزرع فيهم اخلاقيات، تزرع فيهم سلوكيات، تزرع فيهم معاملات. سيدنا النبي كان بيعمل معاهم كده، احنا اتعلمنا ده من الصحابه الكرام. هم اول ناس تفكر فكره الوقف الخيري، ان انا اعمل حاجه اوقفها. فنسمع عن بئر روما، البئر اللي كان وقف خيري للمسلمين يشربوا منه علشان ما يحتاجوش للميه من مكان تاني. نسمع عن وقف سيدنا عثمان بن عفان، احنا جددنا الفكره.
وعلى مر العصور كان بيحصل كده، نسمع عن ان ناس او اوقفت قصور عملتها مدارس واحنا ماشيين في القاهره، فنلاقي قصر معين اتحول لمدرسه او اتحول لمستشفى. نسمع عن ناس اوقفت مساحات من الاراضي وقالت الارض دي تصرف على علاج المحتاجين او تصرف على المستشفيات او التعليم او كذا او كذا او كذا. احنا جددنا الفكره، بس قلنا ان بدل ما نعمل وقف كبير، مش لازم تعمل وقف يبقى عندك مساحات شاسعه من الاراضي او عندك عماير او عندك شقق، لا احنا قلنا نعمل وقف بوحده صغيره قوي، نخله. النخله دي هي الوقف بتاعك، انت بتوقفها وهي ربنا بيبارك فيها وتبدا تتوسع وتعمل مشاريع خيريه. عارفه حضرتك ان من اهدافنا ان احنا لما نسمحش بعد كده عن حاله زي اللي جت في الاتصال من شويه. انا كنت قاعد بتابع الفقره مع فضيله الشيخ احمد وسمعت اتصال جه عن حد بيتكلم عن ام ربنا يعينها يا رب بتتحرك وبتنزل الغيطان وبتشتغل بايديها علشان تجهز بنتها وبرضه مش قادره. ما هي صحيح، هي لما تاخد في اليوم الاتصال اللي جه في الفقره الاولى، الفقره اللي فاتت، لما تاخد 40 50 جنيه في اليوم هتاكل ولا هتشرب ولا هتتعالج ولا هتدخل جهاز بنتها؟ فطبعا الحياه المعيشيه صعبه جدا طبعا. فمن اهداف وقف النخيل عندنا ان ما يحصلش اتصال زي ده تاني. ان العائد اللي بيجي بعد كده من الثمار ومن الانتاج ومن الفسائل ومن المزرعه، نقول يلا يا جماعه مين عاوز يتجوز نساعده، مين عاوز يجهز بيته، مين عاوز يشتغل، مين عاوز يعمل مشروع. تفتكر حضرتك كده بنضرب المثل بسيدنا عمر بن عبد العزيز لما كان في وقته في رخاء كبير جدا، وكان في وقته في يعني كل المسلمين الحمد لله وغير المسلمين في بلاد المسلمين كانوا بينعموا بكل خير. وصل بيه الحال ان هو يقول ها شباب المسلمين، من اراد التزوج فليذهب لبيت المال، من اراد بناء بيت فليذهب لبيت المال، من اراد كذا، لحد لما قالوا في الاثر انه لما وزع الفلوس دي على كل الناس، جوز كل الشباب، بنى كل البيوت، عمل كل المشاريع، عارف حضرتك كان بيعمل ايه؟ كان بياخد الغلال ينصرها في الطرقات، يقول انصروا الغلال في الطرقات حتى لا يجوع طير في بلاد المسلمين. احنا نفسنا نعمل كده، نفسنا نوصل لمرحله ان لا يجوع طير في بلاد المسلمين. نبدأ حالة زي الحالات دي، احنا ان شاء الله طبعا في مؤسسة اكرام هنتبنى الحالة وهنساعدها ونبعت لها اجهزة، ودي مبادرة مننا هنتواصل معاها ان شاء الله. لكن احنا مش هدفنا كده، ما شاء الله ربنا يكرم كل ادي حاجة كده، ايه مش هينفع نفوتها كده، ده ربنا يكرم ان شاء الله نساعد ونتواصل معاها باذن الله. الحالة طبعا الاستاذ عمر تقريبا اللي اتصل في الفقرة الاولى، هو ربنا يكرمه اخذ كمان طبعا كده ثواب، دلنا على خير، دلنا على خير طبعا، دل على الخير. وقال على جارته اللي هو بيساعدها ان هي بتجهز بنتها وبتنزل في الغيط تشتغل، فربنا يكرمه، هو ايجابي طبعا. طبعا احنا ان شاء الله هنتبنى الحاله ونساعدها فمؤسسة اكرام، هتتبنى الحاله لكن طبعا زي ما بقول لحضرتك احنا مش هدفنا بقى ان كل شويه تظهر حاله فنساعدها، احنا هدفنا يبقى عندنا هتساعدوها في جهاز بنتها، في جهاز بنتها باذن الله، هنشوف يعني الاجهزه الكهربائيه اللي هي محتاجاها باذن الله ونجيبها لها زي ما مجهز اولادنا واخواتنا على احسن وضع واحسن مستوى ان شاء الله. ده طبعا مش من عند المؤسسه، ده كرم اهل الخير اللي دايما بيدعمونا، يقولوا لنا شوفوا بنت بتتجهز، شوفوا ام محتاجه، أيوة. شوفوا بيت محتاج، ده يعني كرمهم معانا هو اللي يعني ما شاء الله مغطينا، عشان كده نقدر نتجاوب مع حالات زي دي بسرعه ما شاء الله. لكن انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا، احنا لحد امتى هنفضل اي حاله محتاجه ندور على حد يتبرع لها؟ أيوة. انا عاوز الناس دول يبقى عندهم وقف خير بتاعهم. وانا ليا كلمه قبل كده قلتها، احنا عندنا في مصر 100 مليون مش كده، انا عاوز يبقى عندي 100 مليون نخله. ال 100 مليون نخله دول او 100 مليون وقف خيري بيصرفوا على الناس دي كلها، بيصرفوا عليهم في ايه؟ في صحه، في تعليم، في بناء مستشفى، بيصرفوا عليهم في رعايه اجتماعيه زي اللي بنتكلم عنها، فكره تحقيق الامن الاجتماعي اللي كان بيتكلم عنها فضيله الشيخ احمد، ان الصدقه والزكاه بتحقق الامن الاجتماعي. لا ده الوقف الخيري بقى هو الامن الاجتماعي بعينه، هو ده الامن فعلا، ده كاني عامل وديعه كده بتصرف، كاني عامل مشروع بيطلع عائد، لانها الوقف الخيري ده انا بعمله مش بيخلص، يعني مش بتبرع والتبرع يخلص، لا ده تبرع ثابت ومكمل معايا ان شاء الله. يعني احنا زي ما بنقول الجمله ان المشروعات التنمويه بتخدم الفرد والمجتمع، صحيح انتوا مثلا دي من الكلام بتاعكم، بس ده مش شعار وكلام، لا ده حقيقه أهو. حقيقه احنا لما نتكلم ان احنا عندنا مزرعه بفضل الله دلوقتي في الوادي الجديد على مساحه 2000 فدان، 2000 فدان دول هيشغلوا كام عامل؟ هيشغلوا مئات العمال، العمال دي فاتحه بيوت، وانا كده بخدم في المجتمع، شلت معدل بطاله، عملت تشغيل ايادي عام، لا ده عندي حاجه تانية مهمه جدا، احنا بنزرع انهي نوع من الطمور؟ حضرتك عارفه وكل الساده المشاهدين بنزرع المجدول، المجدول ده اصلا معدل التصدير، يبقى احلى اصلا طبعا، ده من احلى الطمور طبعا فان. لما نقول المجدول ده احنا هنصدره، يبقى ده هيحصل ايه في البلد؟ لان هو سعره حلو كمان، سعره طبعا كويس جدا لما يتصدر، ايه اللي هيحصل؟ هيدخل عمله صعبه للبلد، يبقى انا بشكل غير مباشر انا بساهم في تحقيق يعني رخاء اقتصادي بشكل غير مباشر، انا بعمل خير، بتبرع بنخله، قول يا رب انا النخله دي وجه الله، لكن انت مش واخد بالك ان النخله دي هتساهم في بناء البلد وهتعمر الصحراء وهتخضر الصحراء وهتشغل ايادي عامله وهتفتح مصانع وهتعمل عجله تنميه كبيره جدا هتدور بتبرع بسيط انت ممكن تعمله اصلا وتنساه، تنسى انك عملت النخله دي، لكن عند ربنا سبحانه وتعالى عمرها ما تتنسي، زي وقف سيدنا عثمان اللي احنا ضربنا بيه المثل، اللي بدا بمجموعه نخيل حجمهم صغير جدا، دلوقتي بنتكلم في مئات الالاف من النخيل كلهم وقف خيري لسيدنا عثمان بن عفان.
طيب تعالى بقى نشوف مع مشاهدينا أول تقرير خير في حلقتنا النهاردة ومؤسسة إكرام ووقف النخيل، وهنرجع نعلق عليه. مؤسسة إكرام مؤسسة متنوعة في الأنشطة، هتلاقي عندها توصيل وصلات المية، هتلاقي عندها حفر أبار ارتوازية وحفر أبار لتجميع مياه الأمطار في مطروح، هتلاقي عندها رعاية الأيتام ورعاية الأرامل والمساكين، هتلاقي عندها إطعام، هتلاقي كل أنواع للصدقات. ولكن جاء حالة من الإبداع كده، قلنا طب ليه ما يكونش فيه نوع من الصدقة كمان يخدم على كل ده، يكون هو الثمرة اللي بتثمر لكل الأنواع دي. فكانت الفكرة في صك النخيل. جت هذا الإعلان عن مؤسسة إكرام بمشروع وقف النخيل، وأنا كنت بتمنى من زمان أن أنا عاوز أعمل صدقة لوالدي رحمه الله ووالدتي ثم زوجتي التي توفت من حوالي عام ونصف. الحمد لله اللي احنا حضرنا الوقف النخيل، لأن بصراحة حاجة جميلة جدا، وأنا جايب النبع عن أختي فتحية عبد العال لأنها مش قادرة تيجي، والحمد لله ربنا يجعله في ميزان حسناتنا وربنا يتقبل. أنا بأشكر من كل قلبي مؤسسة إكرام أنها فكرت في هذا المشروع الخيري الجيد، وربنا يوفق كل الناس، وأتمنى من قلبي أن كل الناس يساهموا في هذا المشروع ويعملوا صدقة جارية لأقرب الناس إليهم المحببين إليهم، سواء أولاده أو زوجته أو آبائه أو أقرب الناس إليه. إنك تزرع نخلة فالنخلة دي تثمر، فيكون من ثمرها إن ممكن تطعم الطعام، ممكن توصل وصلة مية، ممكن تحفر بير، ممكن ترعى أيتام وترعى مساكين. فكانت دي الفكرة المثلى في الصدقة، وهي دي فكرة الوقف، إنك توقف الأصل، والأصل ده هو اللي ينفق على الناس وينفق على الفقراء وعلى المساكين وعلى الأيتام. شفنا طبعا ما شاء الله المزرعة النخلة بخمس تلاف جنيه، ده وقف كده للي صحيح. أنا بيعجبني قوي تقارير النخيل اللي فيها نوع من البهجة كده، شفت حضرتك الناس هناك رايحة واخدة أولادها كأنها رايحة يوم كده كرنفال أو رحلة أو خروجة طبعا. ورايحين يزرعوا بإيديهم، حرسين قوي يحطوا النخلة بإيديهم ويعملوا الرمل كده عليها ويزرعوها ويشوفوا الفرحة دي من نفسهم، اللي واخدة ابنها معاها وبيساعدها. أنا شفت كمان في التقرير أم ست كبيرة ماسكة الفاز بنفسها وهي مش عايزة حد من العمال يساعدها، ده هي عايزة بنفسها تاخد الثواب كله، هي فرحانة باللي هي بتعمله ده. إحنا ده مؤسسة إكرام، احنا بنقول دايما في الاضاحي تعالى احضر معانا وضحي بنفسك، في وصلات المية تعالى روح معايا قرية بنفسك وشوف خطوط المية بتتوصل، في النخيل تعالى دي مزرعتك مش مزرعتنا، احنا عندنا حضرتك عارفة مزرعة في وادي النطرون ومزرعة في الوادي الجديد، الاثنين مجهزين لاستقبال متبرعين طول السنة في اي وقت، خد اولادك وروح قضي يومين في المزرعة، قضي اسبوع في المزرعة، قضي يوم في المزرعة، اقعد يوم كده في المزرعة، دي مزرعتي انا مساهم فيها، انا ليا فيها نخلة، عارفة ليا نخلة دي معناها ليا ايه؟ معناها ان انا ليا 64 متر في الارض دي. كل متبرع يملك عندنا في المزرعه 64 متر ارض، وعشان كده احنا عملنا حاجه جميله جدا لما نشوف ان شاء الله في تقارير ثانيه هجيبها لحضرتك في البرنامج، ان احنا قلنا النخله بتتزرع بين النخله والثانيه كام متر؟ 8 متر. طيب العائد من النخله دي هيبدا يظهر امتى؟ الناس المشاهدين دلوقتي بقى حافظوا الكلام ده، بعد 3 سنين بتبدا النخله تطلع البشاير بتاعتها او البلح بتاعه ونبدا نبيعه. طب انا عندي بين النخله والثانيه في 8 متر وانا مش محتاجهم دلوقتي، مش هيمر بينهم جرار ولا عربيه ولا حاجه، ليه ما فكرش ان انا استغلها ان انا اعمل عائد سريع؟ فبدانا نزرع في الثمانية متر دول محاصيل مختلفه، زرعنا فيها بطيخ، زرعنا فيها شمام، زرعنا فيها حاليا الارض بتاعتنا مزروع فيها ذره، وبعد الذره هنزرع فول. طب ايه الزراعات اللي احنا بنزرعها دي؟ احنا اتفقنا مع المتبرع ان احنا هنعمل نخله مش كده، وقلنا له العائد بتاعها هيروح في اوجه الخير كلها،
لكن احنا ال 5000 جنيه دول هم مش ثمن الفسيله، ده ثمن قطعه الارض والنخله وشبكه الري، فقلنا هنستغل المساحات البينيه ونزرع فيها زراعات ثانيه. يبقى كل متبرع ليه عندنا في ذمتنا في ذمه المؤسسه 8 متر بين كل نخله ونخله، يعني 64 متر مربع بدانا نزرعهم دلوقتي. وانا ببشر كل اهل الخير الحمد لله الموسم بتاعنا دلوقتي زارعين في ذره في النخيل بتاعكم، والعائد بتاعه ان شاء الله برضو يتصرف في اوجه ومشاريع الخير زي ما وعدنا حضراتكم، وممكن يدخل معانا في تسمين العجول اللي احنا بنتبعها. يعني هي دوره متكامله بتشتغل معانا في مؤسسه اكرام طبعا بنظام اقتصادي. احنا بندير العمل الخيري يا استاذ دعاء، بنقول دايما ان ممكن واحد يكون عنده حب الخير فيطلع مبلغ ويدفعه، وحد تاني عنده حب الخير فيطلع مبلغ ويديره. احنا بنعمل كده، احنا بندير العمل الخيري، بندير الوقف الخيري، بندير الاحسان. ده مش مجرد ان هو احسان او صدقه او مساهمه، عشان تفضل دايره مستمره، عشان تفضل دايره احنا بنعمل اداره رشيده للاحسان اللي بيحصل، وهي دي مؤسسه اكرام. واحنا مش هنعمل ده ابدا الا بدعم اهل الخير لينا اللي ما يتاخروش عننا ابدا طبعًا. ولسه الفرصه متاحه، مزرعتنا 2000 فدان، يعني هنزرع فيهم ان شاء الله اكتر من 130 الف نخله باذن الله. ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله. احنا طبعا دلوقتي معانا على التليفون استاذ عمرو اللي اتصل بينا. دليل الخير، ربنا يبارك فيه طبعا. ايوه هو فعلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتشرفنا بحضرتك. ازي حضرتك؟ كل سنه طيب، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يخليك. حضرتك يعني وش خير والله دايما، وسمام على وجوههم، ربنا يكرمك يا رب بحق جاه النبي. ربنا يكرمك يا رب، ومتشكره. الله يخليك يا فندم. ويعني انت كده النهارده اخدت اهو كمان الثواب، وكلنا اخدنا معاك الثواب. ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال الخير فيا وفي امتي ليوم الدين، وال يعني بناخد ثواب، وربنا يجعلنا السبب دايما يا رب، ربنا يجعلنا السبب يا رب. يا رب. احنا طبعا معنا استاذ اسلام ومؤسسه اكرام، واحنا بنشكرهم بصراحه على سرعه الاستجابه. هو سمع المكالمه الاولانيه، فاول ما دخل معانا على الهوا على طول قال احنا هنتبنى الحاله دي، واحنا اللي هنجيب لها الجهاز بنتها الاجهزه الكهربائيه عشان ما تدخلش بقى ايه في دوامه الغريمات ولا الكلام ده. والله العظيم يا استاذ اسلام، انا اقسم بالله العلي العظيم، انا يعني بتفرج على برنامج الاستاذه في مختلف القنوات، وقلت ما افتح كده اشوف البرنامج لسه شغال ولا لا، انا كنت جاي من بره، فسبحان الله اقسم بالله العظيم جاني الهام سماوي من عند ربنا ان انا اتكلم على الست دي، اقسم بالله العلي العظيم. رزقها رزقها صحيح. رزقها. لا هو على فكره مش رزقها، ده هو رزقنا احنا. رزقنا احنا عشان نعمل خير. صح. دايما اقول كده، هو رزق اللي هيتبرع اصلا. صح. قلت باب السماء مفتوح، ويمكن ده ربنا كاتب لها، ويعني اكون سبب، وان انا اقول ويكون باب السماء مفتوح، والاستاذ اسلام يسمعني، والخط جمع معايا في قناه السن المحترمه. الحمد لله يا رب. ربنا يتقبل يا رب. ربنا وربنا اللي بيرتب، واحنا بنكون سبب مش اكتر والله يا استاذ اسلام يعني. فربنا والخير يعني، ربنا بيقول والرسول عليه الصلاه والسلام يعني بيكون احنا دالين على الخير كفاعله. طبعا طبعا دال على الخير كفاعله طبعا. فربنا يكرمنا. ربنا يكرمك والله يا استاذ عمرو على ايجابيه حضرتك، وان شاء الله طبعا المؤسسه بقى لما توصلوا لها الحاجه نصورها ونصور مع حضرتك كمان. طبعا احنا لما نوصل لها الاجهزه وكده نصور التقرير ونصور مع حضرتك ومعاها وفرحتكم باذن الله. استاذ اسلام عاوز اقول حاجه برضو اخيره، معلش. اتفضل. هو والله العظيم والله العظيم والله العظيم كان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول الشعب المصري لم يجد من يحن عليه. هي البلد فيها خير كتير وكل حاجه كتير، بس احنا لو كل واحد يغير من نفسه لا يغير الله بقوم حتى يغير بنا انفسنا. احنا لو حبينا الخير لبعضينا حنلاقي الخير لنفسينا. صح يعني والله. لو كل واحد دور على حاجه، قبل ما ندور على عيوب الناس ندور على عيوبنا احنا اول. صح. ما ندور يعني انا مثلا بلاقي بخش بيتي بلاقي المروحه والتكييف والاكل والشرب والكلام من ده. لكن بالرغم من كده بتفكر في اللي حواليك، فربنا يكرمك. يعني انت كنت ايجابي النهارده وفكرت في جارتك. لا يعني احنا لما بتلاقي عربيه بتوزع كراتين رمضان واي بتاع، بتلاقي الغني بيجري قبل الفقير. طب ما احنا نسيب الفقير ياخد عشان كل واحد. صح. ياخد حقه. صح. بس صح والله فعلا. فاحنا كده لو فعلا كلنا فكرنا في بعض يعني الدنيا هتتغير اكيد. فاحنا بنشكر حضرتك بجد جدا يعني، ربنا يكرمك. طبعا احنا ادانا يعني الثواب كله احنا طبعا ربنا يبارك يا رب وتدل على الخير كفاعله. واحنا طبعا على فكره مؤسسه اكرام ما احنا الا دالين على الخير. ما احنا بنطلع نقول للناس يا جماعه ساعدونا نعمل وصلات ميه، ساعدونا نعمل ابار، ساعدونا نعمل نخيل. احنا بنبقى دالين على الخير، زي ما بيتفرج علينا حد زي الاستاذ عمرو ربنا يبارك فيه بيقول انا عندي حاله محتاجه مساعده، بيتفرج علينا كتير مئات والاف من اهل الخير اللي بيقولوا يا جماعه انا عندي زكاه وعندي صدقه وعندي طبعا
التبرع، خدوا مني التبرع ده اصرفوه وجهوه لاماكن وناس محتاجه. فاحنا بنقول دايما كلنا في حياه بعض دليل خير. وهو طبعا ذكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا كمان بناكد على ان احنا مؤسسه اكرام، احنا بنشتغل في اطار توجيهات الدوله الشامله نحو التنميه والنهضه اللي بنقول فيها ان عام 2022 ده عام المجتمع المدني. فاحنا كمؤسسه ومؤسسات المجتمع المدني بنتحرك مع كل مؤسسات الدوله، بنبني وبنعمر، سواء في تعمير صحراء في الزراعه، سواء في توصيل وصلات الميه، سواء في انشاء بيوت المحتاجين، زواج لغير القادرين، بناء المساجد. كل دي ابواب واعمال خير بنعملها، بنساعد بيها نفسنا في الاول وبلدنا بعد كده، وكل محتاج باذن الله هيلاقي في مؤسسه اكرام زي ما قال كده من يحن عليه ومن يساعده ويقدم له المساعده في اسرع وقت، زي ما حصل مع الحاله اللي معانا ان شاء الله. ربنا يكرمكم ويكرم الجميع ويتقبل من الجميع. وطبعا ارقام تليفون مؤسسه اكرام موجوده على الشاشه عشان اي حد حابب ان هو يساهم بزكاه، بصدقه او بصدقه جاريه او بالاضحيه او بالوقف النخيل. الوقف طبعا لله، وربنا يقدرنا جميعا ويتقبل. بشكر حضرتك في نهايه الحلقه، وبشكر مشاهدينا، واسيبكم اخر تقرير خير في حلقتنا النهارده، وقف النخيل ومؤسسه اكرام. عملنا صدقة حلوة وحاجة جميلة، ودينا تمتعنا وحاجة جميلة قوي. واللي عاوز يعمل يعمل حاجة لله، لوجه الله، وهو عايش قبل ما يموت يعمل حاجة ليه. صراحة مؤسسة محترمة، وإحنا شفنا المؤسسة كلها عن طريق الشاشات، وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله، وفي ميزان حسناتنا كلنا بعون الله إن شاء الله رب. النخلة بقول لك حلوة على الرسول، يعني بزرعي حاجة تقعد لنا ليا ولعيالي للزمن. يعني الحاجة شافت الإعلان بصت بيه جدا وشافته، وقالت لا حنبادر، وإحنا إن شاء الله بعد ما جينا وشفنا الأرض الواقع برضو كده حنبادر إحنا كمان إن شاء الله. إحنا اتصلنا وجانا المندوب والفي النصيب خده وعملناها إن شاء الله. بالخير سابقين، بالخير سابقين، لأن السابق هو اللي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى السابقون السابقون. السابقون دول حابين إن إحنا نبقى منهم، حابين نزاحمهم كتف بكتف على باب الجنة يوم القيامة أمام ربنا سبحانه وتعالى، بالخير اللي بنعمله، بالخير اللي بنسبق ليه ونسبق ليه غيرنا، الخير اللي احنا بنكون اول ناس بتدق على بابه قبل غيرنا، فناخد ثواب الخير اللي بنعمله ومعاه ناخد ثواب دلالة خير غيرنا على الخير. بعمل والله الخير عشان ربنا، كل ده اللي بنعمله عشان خاطر ربنا يرضى علينا. بس هو حقيقة احنا في الوقت ده احنا فعلا في حاجات كتيرة بيبقى فيها نصب بجد، بس احنا جينا وشفنا ارض الواقع وزرعنا الحاجة بايدينا، ويعني الواحد لو شاف اي حد فعلا بجد يشجعه ان هو يجي. ومؤسسة اكرام مؤسسة محترمة جدا، وانا عن نفسي حاجة تاني ان شاء الله. يعني يدعى لها يا رب ايه صدقة مقبولة عند ربنا. انا بشكر مؤسسة اكرام جدا جدا بجد، يعني مؤسسة محترمة، وربنا يجعلها في ميزان حسناتهم وعلى الحاجات الكويسه اللي هم عملوها دي جدا. فرحانه قوي، اكني طالع الحج والله. انا فرحانه ونفسي اعمل اكتر كمان، ربنا يسهل ونعمل اكتر. ده الواحد سعيد جدا والله، يعني الفرحه ما تتصورش قد ايه.